ومن الفوائد تحت الشهادة أن الإمام أحمد رحمه الله قال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد. ما صورة هذا؟ لو جاء كافر وقال: أدخل في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله، لكن لا تلزمونني بصلاة، أو لا تلزمونني بصلاة الفجر، أصلي جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر، أو أصلي لكن لا تطالبونني بالزكاة، أو لا تلزمونني بصيام رمضان. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: يصح هذا الإسلام، ويقال له: لك شرطك، وإن كان شرطه فاسدا. ثم إذا تلفظ بالشهادة يقال له: يجب أن تأتي بمقتضيات هذه الشهادة، وإلا قتلت مرتدا. والدليل على صحة إسلام الكافر مع الشرط الفاسد ما جاء في مسند الإمام أحمد أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، بمعنى أنه إذا صلى لا يأتي بالركوع، وإنما من قيامه يباشر السجود. هذا على أحد الأقوال في هذا الحديث، لأن بعض العلماء قال إن معنى هذا الحديث: أي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال بعضهم: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على الإسلام ما دمت حيا، فأكون ملازما لهذا الدين. فتكون جملة أو عبارة على ألا أخر إلا قائمة نظيرها كقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني ملازما له. ودليل آخر ما جاء في مسند الإمام أحمد أن وفد ثقيف لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لن نتصدق ولن نجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: سيصدقون وسيجاهدون. دليل آخر أن رجلا أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه عليه الصلاة والسلام مع أن شرطه فاسد. دليل آخر ما جاء في المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، أأسلم ولو كنت كارها؟ قال: أسلم ولو كنت كارها. ولو قال قائل: جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايع أحدا على الإسلام حتى يأمره بالصلاة والزكاة، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. فخلاصة القول أن إسلام الكافر على الشرط الفاسد يصح، فإذا أسلم فشرطه فاسد ويلزم بما جاء به الدين. ويدل لذلك ما جاء عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذلك لما منع البعض أداء زكاة أموالهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.